مليون ريال 5000 ريكلام 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 ها ريكلام هاي بطلة ب 50 درهم هاي بطلة 100 ريال 100 ريال 100 ريال 100 ريال ريكلام هاي بطلة طايات شكالات ونوانات 50 درهم هاي بطلة 100 ريال 50 درهم 50 درهم 50 درهم 100 ريال 100 ريال و 5000 5000 5000 5000 يا لالا 100 ريال 50 درهم هاي بطلة 100 ريال 50 درهم 50 درهم 50 درهم 5000 و 100 ريال 5000 هاي بطلة ريكلام 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 هاوتا 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 هاي بطلة هاوتا هاوتا ما سمعت الله 100 ريال ريكلام 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 50 درهم 50 درهم 100 ريال 100 ريال 100 ريال 5000 وريكلام 50 درهم هاي بطلة ريكلام ريكلام غماري صيفتي الغماري اخويا عندنا الطايات وعندنا السكالات وعندنا اللوانات ب 50 درهم وريكلام 5000 ريكلام 100 ريال هاي بطلة 5000 5000 5000 ريكلام 100 ريال ريكلام 5000 هذا خلي شري ريكلام يا لالا 100 ريال ريكلام 50 درهم هاي بطلة خذ يا حجه خذ لي 50 درهم الحجه 50 درهم الحجه 50 درهم 50 درهم اذا متابعينا الكرام تابعوا قناه الشعب تي في معكم دائما وسخر الجدر وكما كتب معنا 5000 5000 5000 كما كتب معنا متابعينا الكرام يعني مساعد مشهور يعني بايع خضر اللي كيتعامل مع الدراويش قبل الحرفه ولا كيبيع سبردينا ديال البنات 5000 5000 خاصين بالبنات الماركة والأنواع ب 50 درهم إذا المتابعين الكرام يعني كما كتبوا معنا يعني أشهر بائع خضر هنا في مدينة تطوان اللي كيتعامل مع الدراويش خلفها خلف حرفة ولاو عنده سبردينات ديال البنات هانتوما كتشوفوا شوفوا الشكالات الوانات والأنواع ديالهم ب 50 درهم لا غلى على مسكين نسأل عليك كان عندهم 100 درهم 120 درهم 150 درهم أخي محمد 50 درهم فالنسيانا شوف فالنسيانا 50 درهم أخي محمد شوف أخي محمد شوف اخي محمد 50 درهم اخي محمد شوف هادي 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 في الحوش كيعدي 120 150 درهم 130 درهم اخي محمد شوف اخي محمد 50 درهم اخي محمد شوف ريما خام شوف شوف السلعه شوف السلعه ب 50 درهم اخي محمد شوف شوف السبرت 50 درهم شوف الهوته ب 10 والله الا الا الهوته اخي محمد شوف السلعه ب 5000 اخي محمد شوف شوف السلعه ب 50 درهم شوف السلعه السلعه زي السلعه ديال المحل السلعه ديال المحل ب 50 درهم اللهم صل على النبي اذا كما كتسمع معنا يعني متابعينا الكرام يعني في هذا الدبات مباشره الدبات مباشره يعني خاص يعني بالبنات يعني البنات اللي هنا ديال مدينه تطوان يعني اللي باغيين يلبسوا اللي باغيين 50 درهم اخي محمد يشريوا سبردينات سبردينات ديال السوق ديال المحل ديال 50 درهم 120 درهم دايرين غير ب 50 درهم هنا في السوق ديال باب الهدر اللي ما بغاش يلبس يعني صراحه هاد السلعه يعني خاصه بالبنات هادو كاملين يعني سبردينات ديال البنات خاصين بالبنات ثم كتشكو يعني اشكال وانواع او الطاية اللي بغيتي انت بغيت تشوف السبردينات ماشي مادة اشهارية ولكن ساعد يعني شاف الخضرة غلات وشاف ايام ديال العاشر قلب الحرفة وجاب هذا الريكلام هذا الرباخة البنات ديال مدينة تطوان انت بغيت تشوف غير اللي ما بغاش يلبس 50 درهم انت بغيت تشوف يعني السبردينات كيفاش دايرين الماركة ولبس وعاود كما كنقولوا حنا بتطوانية متابعينا الكرام اذا ساعد الحمد لله اذا ساعد قلب الحرفة وجاب البنات الهوته وجاب البنات يعني سبردينات طايا وماركه واشكال وانواع يعني بالنسبه للبنات جميع الماركات اللي متوفرين هنايا والثمن مناسب 5000 راه كتعرف والثمن مناسب يعني انت كتشوفوا معايا مثلا الكلام اللي كيقول 50 درهم 50 درهم 5000 50 درهم 50 درهم ريكلام 100 ريال ريكلام 100 ريال ريكلام 100 ريال ريكلام 100 ريال يعني كنوريكم يعني هاد البث المباشر متابعينا الكرام على قناتكم قناه الشعب قناه تشوف تي في من قلب مدينه تطوان ومن قلب يعني سوق باب المهدر كما كتشوفوا يعني اليوم ليله ديال العاشر سعيد قلب الحرفه يعني سوق سعيديه سوق باب المهدر سوق سعيديه احنا معروف سعيد قلب الحرفه وجاب 50 درهم انا لا اشكال الانواع ديال السبردينات 50 درهم انا لا 100 ريال هاي بطله 5000 هذا جديد يعني ماشي البالي هذا ماشي البالي هذا جديد الثمن ديال البالي 5000 درهم 100 ريال 100 ريال 100 ريال سبردينه 100
يا دريام يا دريام يا سبردينا يا سبردينا والله إذا تبصح أخي صالح يا سعيد يعني جابكم الهوت يعني بالنسبه للبنات ديال تطوان الهوت عند سعيد يعني لما تمشي المحلات تشريو سبردينا 150 درهم اجي خذوها غير 150 درهم تاخذوا ثلاثه يعني ثلاثه ديال الشكالات ديال سبردينات غير ب 50 درهم يعني 150 درهم تاخذوا فيها ثلاثه عاود يعني سبردينا واحده هاوتة ديال العاشر متابعين الكرام هاوتة جديده هنا في مدينه تطوان ودائما يعني عند اخ سعيد سعيد يعني معروف على ساكنه تطوان يعني بائع ديال الخضار وكمان مع الدراويش هنا في السوق ديال البنادر واليوم يعني ساغ الفرصة ديال هاد العاشور هذا ومع الخضرة يعني زادت طلعت الثمن ديالها فهو قلب الحرفة وجابكم هاد السلعة البنات يعني خاصة بالبنات انتما كتشوفوا معنا يعني متابعينا الكرام يعني في هاد البث مباشر سلعة خاصة غير بالبنات واشكال الانواع ديال جميع السبردينات وجميع الماركات وجميع الانواع ديال السبردينات وجميع الطايات يعني متابعينا الكرام اذا هاوتا جديدة هنا في مدينة تطوان متابعينا الكرام وبخصوص يعني الساكنة في مدينة تطوان بالنسبة للبنات ديال مدينة تطوان والدراويش ديال مدينة تطوان غير اللي ما بغاش يلبس غير اللي ما بغاتش تفرح بنت يعني في هذا العاشر هذا هانتوما كتشوفوا سبردينات اشكال وانواع ب 50 درهم شحال اخي سعيد عايش 50 درهم اخي محمد 100 درهم ما شاء الله النهار الاولى اخي محمد يعني باقي ما تعرفتش اخي محمد ان شاء الله كان بها شي حاجه الا بديتي ان شاء الله بديتي قلت لك كنت تعرف النهار الاولى ونهار اليوم وغدا وبعد اخي محمد 50 درهم ما تبقاش تسال هذه ب 50 درهم هادي عندها 40 خدمة انا 40 3 ايام 50 خدمة صافي لا غنبقى حضر با ما كتبقاش دائما فهمتي 50 درهم ياخذ عادي سبردينا عادي واحدة عادي ثلاثة ويدي أربعة يعني هاوتة هاوتة حاط خصوصا دابا الدخول المدرسي أخي محمد الدخول المدرسي الدخول المدرسي الأبواب دابا ما بقيتش بزاف بقي شي شهر وشي حاجة ياخذ عادي شوف سبردينا ب 50 درهم عادي تشوف عندي عندو العيال بزاف عادي عادي شي واحدة عادي ثلاثة ويدي أربعة ويدي شحال ما عندو العيال عادي ديرو فهمتي هادشي اللي كاين أخي محمد إذا أنت سمعتي يعني متابعين الكرام يعني هادي هاوتة ديال الصيف وهاوتا ديال العواشر وهاوتا يعني ما غاتبقاش دائما يعني ما غاتجيش ما غاتلقاش غاتلقاها دائما هاوتا بدا بها سعيد اليوم وحنا جينا يعني كندعموا حنا كقناه الشعب كندعموا يعني الشباب اللي كيخدموا على راسهم كيخدموا على وليداتهم جينا ندعموا سعيد جينا بين لكم سلعه اللي جابكم سعيد وغير ب 50 درهم وغير اللي ما بغاش يلبس متابعينا الكرام مع هذه الفتره ديال العاشر الاجواء ديال العاشر هنا مدينه تطوان في اسواق ديال مدينه تطوان دائما ضغط الدروج ديال السوق ديال السعيديه متابعينا الكرام كاينه هاد الهوته متوفره هاد الهوته انتما كتشوفوا الشكالات والانواع ديال السبردينات يعني كل نوع وكل شكل يعني البنات اللي عزيز عليها شي ماركه واللي بنت لها شي ماركه هنايا تجيب كاين طايات كاين انواع وغير ب 50 درهم متابعينا الكرام اذا غير ب 50 درهم هنا عن سعيد متابعينا الكرام جابكم هاد الهوته الهوته ديال اليوم متابعينا الكرام هاد التغطيه المباشره هاوتا مع سعيد هو سعيد يعني معروف بائع الخضره اللي كيعمل مع الدراويش كتكون تجعد 10 درهم كيبيعها هو 3 درهم 4 درهم اليوم جبنا لكم هاد الهاوته جديده اللي هي الهاوته ديال سبردينات وحنا معكم يعني في السوق متابعينا الكرام اذا 50 درهم عند سعيد هاد الهاوته هادي متابعينا الكرام وحنا معكم يعني في السوق هادشي هذا كامل اخي محمد والله الا فافور من الشعر دابا الناس بقات صحاب الاخر ما بقاش واخا ندي واحد البركه قليله اخي محمد انت اللي كيفاش ندي واحد البركه قليله يعني نخرج الكثره فهمتيني اخي محمد هادشي هذا كامل في الصالح ديال الشعب اخي محمد الغدا ما كاينش دابا يا عاد الخضره كنت كنبيع الخضره اخي محمد دابا السلعه كامله غاليه ما عاد تخرجناش وما عاد سلكناش دابا انت كتشوف دابا جينا البركه هادي حنا غنقضيو حاجه باش ما كان اللي جا الله تبارك الله اخي محمد ان شاء الله هذه كما سمعتوا متابعينا الكرام يعني ب 50 درهم غير اللي ما بغاش او بركه ديال الدراويش بركه قليله الانسان يعني كيقنع مع بعضياته الهوته ديال العاشر والهوته ديال الدخول المدرسي هذه بالنسبه للبنات يعني البنات نقول لكم يعني صريح العباره سارعوا يعني ما تعطلوش سارعوا واجيو شريو مع عند يعني اللي بغات سبردينا ديال الصيف موديل ماركه لا سبردينا تاع الشتاء 50 درهم يا دريا 50 درهم سعيد سعيد كامل راوش 50 درهم 50 درهم وبيا دريا بيا دريا بيا دريا 50 درهم بيا دريا بيا دريا بيا دريا بيا دريا بيا دريا 50 درهم اي بات الله تعالوا تعالوا خذوا اي بات الله ياسين تحياتي ان شاء الله 50 درهم 50 درهم 50 درهم ريكلام 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 اخودي اودي انا لا ب50 درهم عيب الله و5000 و5000 وسورة سبردينا ب5000 عيب الله و5000 سورة سبردينا ب5000 50 درهم عيب الله 5000 50 درهم 50 درهم 50 درهم سورة سبردينا الحجه ب50 درهم و 50 درهم على الله 50 درهم على الله عادي العيادة يا سارة عادي العيادة
والو الحصه ديال شحال الكره شبطات الكره تاع هذا وهذا عندي واحد باقي الكره هنايا تاع راه ديالنا وباقي هذه الكره تاع هذا تاع ديالنا أو دوما ديك عاد 150 درهم ديال الخمسة ألاف فرقة جات. إذا أنتم كتابعوني يعني متابعين الكرام يعني هذا المباشر. 50 درهم 50 درهم 100 ريال 100 ريال 100 ريال 100 ريال 100 ريال. أنتم كتشوفوا يعني الأنواع ديال 50 درهم 100 ريال 100 ريال 5000 الألوان والأشكال متابعين الكرام. 50 درهم 5000 هو 100 ريال اثنية على أربعة على خمسة أخي محمد ما كتسقط ما تشي حاجة السلعة واخد يا الشين واخي محمد حق شي حاجة لك عبد 150 درهم شو لاش بردنا 5000 رقم والله والله أخي محمد لا جبروها بمية دري ولا جبروها بخمسة ألاف رقم سيب كقسم عليها بالله وكتحدى شي واحد عجب لا أقول له عنده هذا بخمسين درهم يجيبها لي أخي محمد اصبر لنا بخمسين درهم وتكرينا هذا بخمسين درهم أخي محمد نتحدى ندقم لي اللي عنده شي بلا 5000 يجي بالك. اذا انتم كتسمعوا يعني متابعينا الكرام يعني هاو تام زوينا بالنسبه للبلاصه بلاصه ديال كتدخل مع السوق ديال باب الوادر بحال اللي طالع في الدروج ديال السوق التسعيديه ومن الدروج ديال السوق ديال السعيديه هنا في مدينه تطوان سعيد معروف اللي كان كيبيع الخضره غتلقاو يعني كاين بار الدروج ديالها ومن الدروج ديال السوق ديال السعيديه وسعيد فين فرش يعني سبردينا هاوتات عند البنات ديال مدينه تطوان والساكنه ديال مدينه تطوان والدراوج ديال مدينه تطوان. اذا انتم معنا المباشر متابعينا الكرام يعني خلال هذا التقرير المباشر كتشوفوا معنا يعني هذا الشكل هذا وهذا الهوته وهذا الرباخه يعني الرواج والرباخه والريكلام هنا في السوق ديال بن مدى متابعينا الكرام عند سعيد سعيد يعني اشهر بائع خضره هنا في مدينه تطوان يعني دائما كيعمل مع الدراوج ديما كتبقى عنده الهوتات فاليوم لقى هذه الهوته ديال السبردينات وها هي باقا التيكي ديالها باش ما تدخلوش كيفاش ليكم باش نغطيو الماركه شويه ف ها بقى التيكي ديالهم تاني من الكرام ها هي تشوف شحال والله هاد العيد عرفت ان شاء الله والله غنمشي نبحر ربها بصح قريب الحر. اذا حنا من خلال التقرير المباشر متابعينا الكرام يعني ورينا لكم يعني هاد الهوته اللي جابكم سعيد يعني في هاد البث المباشر متابعينا الكرام وبغيناكم انكم يعني تجيو تستفتحوا مع سعيد يلاه فرجكم يلاه جابكم هاد السلعه يلاه جابكم هاد الجديد يلاه جابكم هاد الرباخه. ان شاء الله اخي محمد شي تساعد دماغ انا ما جيتش والله ان شاء الله دابا يعني اللي معايا كنعوط وصافي فهمتيني اللي معايا كنوريت للشانطي وهذا باش كيشافوا لي الناس هيدايا يعني داك عصا كنضرب عليها راه غدا وقعدوا يا ماشي اخي محمد. ان شاء الله الله يسهل لك الامور اخي سعيد نتمناو حتى هاد المباشر هذا يعني يكون فعل خير عليك ان شاء الله تعالى وتبيع السلعه كامله فديما كنعدلوا معاه اللايف كيسهلوا الله السلعه عليك. اذا انتم معنا المباشر يعني متابعينا الكرام كيتسلم معنا يعني التغطيه المباشره هنا في قلب السوق باب الوادر وغارت السوق ديال سعيديه. والله الا خطيكم علينا الاخوان ديالنا وتحياتي لكم بواحد اللي كتبغينا واللي كتبغي الاخ محمد شفتي له تحياتي لكم بواحد بواحد والله يعمركم الدار واللي مريض الله تعالى وتبارك يشافيه واللي في قلبه شي حاجه الله يلحقوا بها واللي شي واحد صعبت عليه شي حاجه الله تعالى وتبارك يسر لكم الامور ديالكم كاملين جميعا كمان الاخوان ديالنا وتحياتي لكم بواحد بواحد. السلام عليكم. 50 درهم اختي 50 درهم اختي ما كاين 100 درهم 150 درهم 200 درهم اختي ديجا تخدك اختي 50 درهم مرضيه هذا على صوره الامور اختي ب 50 درهم. اذا ها انتم كتشوفوا انت من تراس بدري ب 50 درهم اختي تراس بدري ب 50 درهم اختي العزيزه شوف شوف اختي العزيزه شوف السلعه اللي كنعدل 150 درهم اختي فالنسيانا ب 50 درهم اختي حنا كنقولوا 100 ريال يعني بزاف ديال الناس غتسمع 100 ريال يعني بالنسبه الداخليه حنا عندنا 100 ريال هي 50 درهم يعني هي 1000 ريال واقيلا بالداخليه هذا 1000 ريال هي بالنسبه علينا الناس ديال الداخل حنا حنا كنخسروا بالثمن ديال الريال ف ماشي ب 5 درهم راه 100 ريال هي 1000 ريال بالنسبه يعني للناس الداخلي كتبان هي 50 درهم متابعينا الكرام 50 درهم نسبه تعتبر لينا متابعينا الكرام لا غلا على مسكين ولا غلا على دراوش متابعينا الكرام يعني اللي بغات يعني هاد الهوته ما تفلتهاش ما تضيعهاش سعيد باقي الجديد وجاكم جديد فهانتوما كتابعوا معنا في هذا البث مباشر متابعينا الكرام بالنسبه لينا تهوته 50 درهم اختي ما كاين 100 درهم لا 150 درهم اختي هديه انا تعرفي 50 درهم سي اختي مولي 100 درهم اختي ديري عندهم الركله ب 5000 فرنك اختي لا يحق ورجع اختي هديه الله يسهل على
هاد الدراويش اللي كيتعاملوا مع الدراويش. والله يفتح لي في بنت ان شاء الله ويسهل عليه انه يبعث لي هديه باش يجينا جديد ان شاء الله. ودراوش يعني بصفه عامه اللي متواجدين هنا في مدينه تطوان. ها هي الهوته 50 درهم متابعينا الكرام. غير اللي ما بغاش يلبسها انتما كتشوفوني باقي نشد باقي الاشكال الانواع. الله يسهل عليا ربي يفتح لي البيبان ديال الخير والله يكون يعني مع الدراوش كاملين متابعينا الكرام. اذا السلعه ديال 150 درهم دايره 50 درهم هنا في السوق ديال باب الودر وحدا الدرج ديال السوق السعوديه وعند اخ سعيد اشهر بائع ديال الخضره في مدينه تطوان. ديال سبرديت متابعينا الكرام يعني هذاك فيها الغزو فيها الهوتة هذه. إذا شكرا للمتابعة متابعينا الكرام ودمتم في نهاية الفيديو. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى في باشا.